السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي في مقطع جديد. مقطعنا اليوم ان شاء الله راح يكون تحدي سيراي، اللي هو تحدي الباركور. الاسبوع الماضي انا نزلت مقطع كان عبارة عن اني انا العب الباركور هذا، احاول اخلصها بسرعة وقت اقدر عليه. خلصت الباركور اللي قدامكم بثلاث ساعات. طيب بعدين اللي صار اني سويت تحدي وقلت اسرع واحد يخلص الباركور هذا ان شاء الله راح يتحصل على $50، وكثير كان في مشاركين، لكن هذول الاثنين هم الوحيدين اللي خلصوا الماب يعني في وقت قياسي اولا، وبدون ما يسوون اي جلتش. اوكي، ما سووا اي جلتشات موجوده في اللعبه او في الماب عشان يعدوا، يعني عدوه بحق. فانا للحين يعني انا مشيت على السريع، ما شفت مين خلص اول واحد بينهم. مثل ما انتم شايفين اللي على اليمين خلص بثمان دقائق و32 ثانية، اما اللي على اليسار ب23 ثانية. لكن لا تنسون انه ممكن هذا يكون تأخر عشان يوقف المقطع، ولا يعني في اسباب كثير ممكن تخلي انه هذا اكثر. فاحنا راح نبدأ حاليا نشوف مين اسرع واحد بينهم، وبنوقف على المرحلة الاخيرة لما الواحد بينهم يوصل العلم راح نوقف هناك، وقتها نشوف اسرع واحد بينهم وراح ياخذ على $50 ان شاء الله. بدون ما اطول عليكم لا تنسوا زر اللايك على المقطع ومشاهدة ممتعة، نشوف مين هو الاسرع. اوكي، على اليمين عندنا اسمه نترو، واللي على اليسار اسمه مدري مين. يلا نقول بسم الله ونبدا. اوكي لازم نفس الوقت، تقريبا بديتها نفس الوقت. خلونا نشوف عاد. اوكي للحين كله تمام. طيب اللي على اليسار رايح ما وقف، اللي على اليسار رايح، اللي على اليمين متأخر شوي. اوكي اوكي اللي على اليسار راح متعدي تقريبا، مخلص المرحلة. اوكي يلا يا نترو، يلا يا نترو، يلا اوي يلا يا نترو. اوكي اوه اللي على اليسار سوى حركة غلط الحين، شوفوا بيتأخر كثير. شوفوا السمكة، شوفوا كيف يدمج نفسه اسرع، يخلي نفسه يدمج، لازم يدمج 15 هنا. اوكي السمكة قدر انه يلحق، السمكة قدر انه يلحق، سوى حركة ذكية. طيب اكلوا الكيكات الحين، لازم هنا يكون هيلك اكثر عن 150 عشان التراب يدمجك وما تموت. طيب اللي على اليسار اللي هو مدري مين لساته، هو اسمه مدري مين. اوكي لساته متقدم. اوكي حاليا تعطيل القنبله، لازم ينتظر لين 20 ثانيه تعدي. صح ايوه لازم 20 ثانيه تعدي. حلوه اللي على اليسار واضح انه متقدم شوي حاليا يعني، لكن اي شيء ممكن يصير. خلنا نشوف، تم قطع السلك الازرق. يلا اثنين هم عدهم الحين. احسن اختبصت وانا طالع اثنين بنفس الوقت. يلا اوكي اوكي ترى اوه لا مات يا انا، تموت عاد، تروح عليك ثواني، روح عليك وقت كثير. اوكي السمكة تأخر لا ايش فيك يا الله. يلا يلا يمديك اللي على اليسار مدري مين راح. والله هذا شكله كب العشاء، لكن ذكروا انه في الاخير مرحلة صعبة كثير. طيب يمكن المرحلة الاخيرة هذيك هي اللي تحدد مين الفايز، لذا انا الحين ما بحكم ولا بقول اي شيء، ممكن الموضوع كله يختلف. يلا السمكة اخيرا بدأ يتقدم وانطاح مرة ثانية. اوكي نشوف هنا عندنا على اليسار اللي اسمه مدري مين متقدم بمرحلة كاملة، مرحلتين حاليا. نترو اللي على اليمين جايب ام العيد. يلا يا نترو صحصح ايش فيك. طيب والله كان يمديك تعيد المرحلة يا نترو وتجيب توقيت احسن عن كذا، ولا لان احسك جد جبت العيد. لا نترو ايش سويت، سوى جلتش الكام، نترو سوى جلتش الكاميرا يا شباب. لا ممنوع خلاص كان الكام. خلونا نكمل عاد نشوف مدري مين الفايز بالمركز الاول لاسرع واحد قدر يخلص الماب. يا الله المرحله هذه كمان قهرتني، مدري ايش كيف بدأت اغلط فيها. نقول جي لنترو، نترو مشكلته سوى جلتش الكام، لو انه ما سوى اي جلتش وكمل كان ممكن
اوكي، لكن جلتش الكاميرا يعني سرع كثير. وانا اشوف صراحة انه كان يقدر يعديه، يعني هو غلط كثير، مو بس نترو، اي حد يعني كان ممكن يعدي الماب بسرعة لو انه قدر يشارك، يعني لو انه في اكثر عن هذول المشاركين ما اشوفه شيء صعب كثير. اوكي اوه طيب هذه حلوة، هذه حلوة. تقريبا كان لازم يخلصها بسبع حركات، لكنه ذكي سواها عن طريق الجدار، كأنه اختصر الماب لكن بدون اي جلتش، يعني حركة ذكية والله يا مدري مين. وهذا يوه الماب اللي يقطينات، والله صعب يا شباب، لا تشوفوا كذا سهل جابه من اول مرة، والله مكمل فيه شكله ما بعيد. ايوه كفو عليك، وخلص الماب، خلصت خلاص، خلصت من اول محاولة تقريبا ما شاء الله، كفو عليك يا مدري مين. ايوه خلاص وصل من اول محاولة ما شاء الله، والله انا قعدت عليه كثير هذا الماب، يعني تقريبا ربع ساعة ولا شيء كذا. هذا كمان من اول محاولة، لا تقول من اول محاولة شكله خلاص عدى الصعب. يو جي جي مدري مين. اوكي وصل المرحلة الصعبة. شوف الماب انا خلصته بثلاث ساعات، ساعتين ونص بس على هذه المرحلة اللي قدامكم، ساعتين ونص، متخيلين؟ يعني جد واو، المرحلة هذه هي اللي جابت العيد فيني حاليا. ما مات ولا مرة حتى مدري مين، اتوقع ايوه زيرو موتات. هذه سهلة مو صعبة كثير. اوكي اللي بعدها هي الصعبة، مفروض ما يموت فيها. اوكي كفو عليك. ايوه خلصت تقريبا. اوكي لا تغركم المناظر، ها ترى بدأ في المرحلة السهلة، الحين المرحلة الصعبة، شوفوا كيف، نشوف كم يحتاج عشان يخلصها. حاليا مرت 6 دقائق ها من بدايته يعني. اوكي نشوف مدري مين. حلوة اوه جي جي. طيب تخيلوا خلصها من اول محاولة، كان بيكون شيء اسطوري والله، لكن صعب كثير. الموسيقى خلاص صرت احلم فيها من كثر ما عدت المرحلة هذه، ساعتين ونص، لا اله الا الله. يلا يلا يا وحش، يلا يلا هي، كفو عليك. يوه قريبة، شغل المايك اسمعها، شغل المايك. يلا يلا يا مدري مين، يمديك $50 ايزي ان شاء الله. راح الوحش راح. اوكي يلا والله عداها خلاص، هذه سهلة. اذا عدى هذيك خلاص هذه سهلة، المفروض انه يعديها من اول محاولة الا لو جاب العيد. يلا يا وحش ترى سهلة والله. حلوة كفو عليك. ايوه هنا ما فيها جمب، هنا كمان ما فيها جمب. وجي جي وصل. يوه وقف عند العلم بالضبط، وخلاص هنا يكون خلص المرحلة اخيرا. كم احتاج 7 دقائق و44 ثانية عشان يخلص المرحلة هذه يا شباب. جي جي والله ما قصرت يا مدري مين. خلونا نشوف، هذه هي قناتي في اليوتيوب، اللي حاب يشارك عندي يقول من طرف سيارة، لا تقصروا معايا يا شباب. هو الاول او اسرع واحد قدر يخلص الماب هذا. ترى هو كان من الناس اللي مشاركين بصناعة الماب لكنه ما سوى اي جلتش، يعني شارك بحرية والامور كلها تمام. المهم مبروك لك يا مدري مين على $50 اللي فزت فيها، راح اتواصل معك باقرب وقت ان شاء الله عشان تاخذ جائزتك. بالنسبة للناس اللي شاركوا كلهم شكرا لكم، كان المفروض ما تسوون جلتشات، لو انكم ما سويتوا اي جلتش كان ممكن تنافسوا وانكم تفوزوا حتى في التحدي هذا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. كان معكم سي او سي راي، نشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلامة.